وكل يوم إلا يوم بنزل على المركز الطبي. بغير لها على الجروح تبعها وفيها تقرحات بنزل على الطوارئ بضمضون وبنجي على كمان في دكتور القلبية كمان باخذن عليها، في دكتور الأذنية والعينية لأنه عندي واحدة من الشلل تبعها ضرب معها على إدنا وعلى حلقة. أما هاي البنت الثانية كل يوم إلا يوم على الطوارئ وعلى الدكتور العيادة البولية، يكتر خيرهم يعني الجماعة ما بيقصروا معي. هلأ أنا كمان في شغلة، قبل ما يفتح المركز كنت اشتري الدواء مشترك تبع الكلاوي وتبع المثاني البولية، يعني كان يكلفني بالشهر شي 300,000. بعد ما فتح المركز صار الجماعة يعطوني إياه يعني مجانا بلاش، ما عاد دفعت. الله بعت لي هالمركز الطبي يعني زلمي بريحوني كمعالجة أطفال والبنات.